يعني إذا ثوار ليبيا هل استجابوا لندائكم وبالتالي هم جاهزون لحماية هذه المنشآت؟ استجابوا، وكما أشرت لك قبل ساعة كانوا في اجتماع معي وأكدوا هذا الأمر، وقالوا نحن مستعدون لتلبية قرار المؤتمر الوطني في حين طلب منا التوجه ومواجهة هؤلاء المسلحون، لأن الأمر أصبح لا يمكن السكوت عنها، الأمر أصبح يفرض نفسه حتى لمن أراد أن يرد الطرف. الأمر بعد يومين أو ثلاثة سوف يصبح حديث الشارع، لأن الشارع سوف لن يجد لا ماء ولا كهرباء، بالإضافة أيضا إلى توقف الخدمات، ايضا توقف الدول منظمه اوبك عن احتساب نصيب ليبيا من النفط الخام. اذا نحن الان قمنا باعلان حاله القوى القاهره قبل اكثر من 25 يوم، هذه القوه تدل على انك انت غير ذي سياده على مرافقك ومنشاتك النفطيه، مما يضطر الزبائن او المشترين منك للتعاقد يعني الى غيره. وحدث هذا الامر بالفعل، هناك الان دول عربيه تقوم بتعويض حصه ليبيا من الاوبك.